أنا الدكتور شادي الزيات، رئيس قطاع المبيعات في شركة الشرقيون للتنمية العمرانية، إحدى شركات النساجون الشرقيون، الأستاذ محمد فريد خميس. سؤال الأول لحضرتك، سيادتك كنت مدير مبيعات شركة العمارة المرشدي، ليه سبتها ورحت عند الأستاذ محمد فريد خميس في نشاط جديد هو بيبدأه في مجال العقارات، تبقى إحدى شركات النساجون الشرقيون؟ لا، هو طبعا باشمهندس محمد المرشدي ليه كل الخير وكل الفضل على الواحد العلم اللي وصل له، ولو الواحد دلوقتي واقف وبقينا اويو دي الشرقيون للتنمية العمرانية، بقت صرح وليها تقل ووزن في العقارات، فده كله بسبب التعليم اللي الواحد خده في الشركة السابقة. التغير ان احنا بننقل، لان انا برضو احد ابناء الجامعة البريطانية، كنت دكتور فيها وليهم الفضل عليا ان هم للدرجه العلميه اللي وصلت لها. فوقت رد جميل ووقت ان انا اقف مع شركتي، الشركه الام، شركه النساجون الشرقيون، ويبقى لينا باع ولينا تقل في السوق المصري، وارقامنا والمعارضنا بيثبت الكلام ده. ايوه، حضرتك كنت محقق تارجت كبير مع معمار المرشدي، ازاي تخليت عن التارجت ده 11 مليار جنيه وتبدا تجربه جديده وتشالنج جديده؟ هو التحدي كده، ان الناس بتفتكر دايما انه انت لما بتغير مكانك انه بيبقى فيه مشكله او في حاجه. لا طبعا، الواحد بيثبت نفسه من مكان لمكان بعلمه باصراره بتحديه بروحه بطموحه، ان لو قدرت اعمل حاجه هناك، وبشكرهم على السنين الجميله اللي انا قضيتها معاهم، بس هقدر اعمل هنا برضو، واقدر اكبر، واقدر احقق فوق اكتر من 11 مليار، واقدر احقق ارقام، خصوصا ان انا ورايا اكبر مؤسسه اقتصاديه في البلد هي النساجون الشرقيون، بجامعاتها، بمعاهدها، بمستشفياتها، بأوتيلاتها، بكيان كبير، اسره كبيره اسمها النساجون الشرقيون، فخر للواحد واعتزاز للواحد انه يشتغل فيها. حضرتك لما نقلت من معمار المرشدي للنساجون الشرقيون، كنت لوحدك ولا فريق عملك؟ لا، كان معايا اسره تتكون من 12 شخص بعائلاتهم باسرهم، كانوا يعني انا بعتبرهم دول اخواتي وسندي وظهري. ليهم كل الفضل ان احنا دخلنا في تحدي جديد واثبتنا نفسينا في المكان اللي احنا واقفين فيه ده دلوقتي. ال 12 فرد دول مستمرين مع حضرتك؟ ال 12 فرد مستمرين معايا، ودلوقتي بسم الله ما شاء الله وصلنا 97 بياع باسرهم بعائلاتهم، كلهم في رقبتنا، وكلهم كلنا تيم واحد وعيله واحده، وده اللي اتعلمناه من واحنا من زمان واحنا في الشركه السابقه، ودلوقتي احنا موجودين في اسره النساجون. ايه التارجت اللي حققه ال 97 فرد اللي مع حضرتك دلوقتي؟ احنا محققين 700% من مبيعات السنه السابقه، احنا عملنا رقم قياسي في تاريخ الشركه، احنا كل يوم بنثبت نفسينا اكتر، طموحنا ان احنا ما نقفش عند كده، طموحنا ان احنا نبقى رقم واحد في السوق العالمي في العقارات. لما حد بيجي يسالني طب يعني انت ازاي ومش ازاي، والله هو ده الطموح، ان السجون الشرقيون هي رقم واحد سجاد في العالم، وده كلام معترف بيه في دول العالم كلها. انت احنا شهر يناير الجاي عندنا معرض هانوفر للسجاد، مين اكبر معرض بيبقى موجود، مين اكبر جناح بيبقى موجود، هو الجناح المصري، جناح النساجون الشرقيون. ايه اللي يخليني ابقى اقل؟ دايما كده نتربى دايما ان احنا نبقى رقم واحد، ورقم واحد على العالم مش على السوق المصري بس. الربح او المكسب ما بيروحش كبروفيت شير، لا، ده احنا بنشتري بيها اراضي. السنه دي انا داخل في كام ارض؟ ارض شرم الشيخ، ارض العاصمه الاداريه الجديده، ارض الساحل الشمالي، ارض التجمع الخامس، فكل المكاسب بتاعتي ببني عليها شراء اراضي. رقم وعايز اتاكد من صحته من حضرتك، هل مشاريع القطاع العقاري عند النساجون الشرقيون بيستهدف البناء على 9 مليون متر فعلا؟ انت سمعت كل الارقام اللي انا قلتها لك وكل الاراضي اللي انا قلتها لك، فاعتقد انه ده فعلا، ولا احنا اكتر، كل ما هنكسب وكل ما هنبيع كل ما هنشتري اراضي اكتر، ومن كتر ما احنا عايزين نكبر ويبقى عندنا طموح. وزي ما قلت لك، الهدف الاساسي مش ابقى رقم واحد في السوق العقاري المصري، لا، على مستوى العالم. مصانعنا اللي حوالين العالم بتقول الكلام ده، السجاد بتاعنا اللي على مستوى العالم بيقول كده، السنترز التعليميه اللي موجوده في الجامعه البريطانيه، روح اتفرج على الجامعه البريطانيه دلوقتي، شوف كميه المباني وكميه الدراسات اللي بتتعمل فيها. لا، احنا بنستهدف ان احنا نبقى رقم واحد على مستوى العالم،
وهنشتري كميه اراضي الفتره الجايه عشان عايزين نكبر والاسره تكبر ونفتح بيوت تانية اكتر. الف شكر لحضرتك. الف شكر يا فندم. الف شكر يا فندم.